السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في اذاعه راديو ضرب الطليان، ومعنا الاخ حمو من مدينه بني ملال اللي بغى يبوح لينا. تفضل الاخ حمو. مصطفى السلام عليكم. بخير السي مصطفى. مرحبا بك الاخ حمو، ولكن انا ما سميتيش السي مصطفى. اخويا السي مصطفى. السي حمو راه قلت لك ما سميتيش السي مصطفى، ياك فهمتينا السي حمو؟ اييه. يلا السي حمو تفضل، شحال العمر ديالك الله يخليك؟ اخويا السي مصطفى عندي في العمر 52 سنة. السي حمو راني ما سميتيش السي مصطفى. يلا غير كمل، متزوج ولا ما متزوج؟ متزوج واحد مرة في عام 1992. اييه سيدي يلا كمل، قلتي متزوج من 1992 ياك؟ اييه. واسمحني يا مصطفى عاون شويه، راه ما نعرف العربيه بزاف، غير بغيت نعاود القصه ديالي وما انا شويه ما نعرف، عاون شويه وتصبر معانا. مرحبا بك السي حمو، يلا غير كمل. الله يرحم والدين. نزوج في 92، قبل ما نزوج تزوج واحد السيد تولد هذاك واحد البنت، هذاك البنت. السي حمو اش كتقول؟ هادشي راه عندك ما مسقمش. بلاتي 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 بلاتي، وحده 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 الله يخليك. نعم قلت لك وحده وحده الله يخليك، بشويه عليك راني ما فهمت حتى شي حاجه. زوج تولد هذاك واحد البنت واحد مع واحد الشيخ. كيفاش السي حمو؟ شكون اللي تزوج وشكون اللي ولد؟ راه ما فهمت حتى شي حاجه. السي حمو الله يخليك، دابا شكون اللي كان مزوج؟ واش انت اللي كنتي مزوج ولا مرتك اللي كانت مزوجه؟ شكون ولد؟ راه قولوا لي الله يخليكم، واش فهمتوا شي حاجه من هذا الشيء هذا؟ باش ما نزوجش تولد البنت واحد الشيء. الله يخليك السي حمو، قول لي دابا بغيتي تقول بلي ان انت قبل ما تزوج مع مراتك كانت والده هي مع واحد السيد، اياه ولا لا السي حمو؟ اييه الله يرحم والديك، انت فهمتيني. يلا سيدي كمل. تتوز عندي شي محرطة، تتوز عندي شي شهرين، تتسكي واحد النهار قول له ودي مالو توحشني هذاك البنت ديالي، هذاك البنت تخلي عند امو. لا حول ولا قوة الا بالله. السي حمو الله يخليك، مت من بغيتي تقول؟ مت المرأة ولا مت الراجل؟ مت من؟ مو ديالو، ديال المرأة. بغيتي تقول كتخلي الدرية عند امها ياك؟ انت فهمتيني. ايوا كمل السي حمو. كاين مشكل، سير جيب هذاك البنت ديالكم. هي قالت لك دابا خصها تجيب بنتها تعيش معها اللي خلات عند امها ياك؟ قالت خصها تنجيب بنت تتعيش معانا، نقول ما كاين مشكل جيبها. تجيب هذاك البنت تنربى شويه، تنربى هذاك البنت تتكبر بنت شويه تتقول لي بابا. شحال كانت عندها الدريه ملي جبتوها تعيش معكم؟ عامين. عنده عامين. عندها عامين. عند عامين الله يرحم والديه. تتوز المرأة عندي شي عامين اخر تتولد واحد الدري. كيفاش؟ راه هذاك المرأة تتوز عندي عامين من لور في الزواج. المرأة دوزات معك عامين وولدت دري ياك؟ اييه الله يرحم والدين، عاون شوي الله يرحم والدين السي مصطفى. اسمع السي حمو، كرفستيني وكرفستي المستمعين وما سميتي السي مصطفى. دابا كمل واخا ما فاهمين والو. دابا هذاك ما يعملوش هذاك الدريه تنربى، هذاك با ديال الدريه ما يسال عليه، ما ينفق عليه. هذاك الدري تيكبر عنده 21 سنة دابا. إن الدري كتهضر عليه دابا السي حمو؟ والدري ديالي، الدري ديالي. لا الدري ديالك ماشي انت اللي خصك تنفق عليه السي حمو. لا لا لا، هذاك البنت وكاين عنده با، وطلق هذاك مرا عند واحد السيد وتدي هذاك الدريه. كنعتذر لجميع المستمعين، وغادي نفتحوا واحد الخط جديد، واللي فهم شي حاجه يتصل بينا. عرفتي السي مصطفى؟ السي مصطفى؟ انا معاك السي حمو، انا معاك، عزيز كمل، مازال مكملها بالسي مصطفى. الله يرحم والدين. واه دابا عندي واحد الدري
راك ما يحملو هذاك البنت. قال لي هذاك البنت ماشي ديالنا، اش غادي دير هنا، اش كدير هنا، ما يحملوش كاع. اذا شكرا الاخ حمو، يكون هذا هو اخر اتصال. تابعونا في اذاعه راديو درب طليان، الى اللقاء.